السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحاضرة من محاضرات التيرم داينامكس رقم 7، وضفنا للعنوان كلمة work، work and heat in thermodynamics. وطبعا المحاضرات اللي فاتت كانت تتعلق كلها بدراسة اللي هو تأثير الهيت على اللي هو السيستم تبعي، وشفنا انه الهيت بتفاعل مع المادة من خلال اما السعة الحرارية او الليتنت هيت اوف فيبرايزيشن او فيوجن. لذلك اليوم حننتقل الى موضوع الورك، الشغل المبذول على النظام او بواسطه النظام. وطبعا زي ما انتم بتعرفوا ان الشغل دائما يصاحبه ايش؟ قوه، فورس، وازاحه. بنشوف هذا الكلام كيف بنطبقه على الغازات وكيف نحسب الشغل في الثيرموداينامكس. طبعا حنلاقي ان الشغل ايضا في تشابه كبير بينه وبين الشغل في الميكانكس، لكن مع اختلاف بعض المتغيرات. طبعا احنا في طريقنا للقانون الاول للثيرموداينامكس وهي المحاضره القادمه. وطبعا كل المحاضرات الاربعه اللي فاتت هذه كانت تمهيد للوصول الى الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، لانه في الاخر زي ما قلت لكم هنجمع المفاهيم والمعلومات اللي اخذناها ونحطها في قالب معادله ونسميها ثيرموداينامكس فيرست لو، ونطبق عليها بعض اللي هو التطبيقات العمليه ونشوف كيف بتمشي الامور. طبعا في البدايه بدنا نعرف حاجه بنسميها ستيت فاريبلز، طبعا متغيرات الحاله. والمقصود في متغيرات الحاله هي التي تصف حاله النظام، هي كانت في الميكانيكا اللي هي اكس واي وزد، والمتغيرات المصاحبه له من سرعه وازاحه وعجله وطاقه فقط وضع ضغط حرارة. اما بالنسبه في موضوع الغاز والثيرمودينامكس فالستيت فاريبلز تبعتي هي تتلخص في المخطط التالي: البرشر، الفوليوم، والتمبتشر، والانترنال انرجي. وبالتالي وصف اي نظام متغيراته ايش هي البرشر والفوليوم والتمبتشر والانترنال انرجي. فاذا انتقل النظام من حاله ابتدائيه للحاله النهائيه فانا بهمني اعرف ما هي الستيت فاريبلز حاله البدايه وما كان وما آلت اليه في حاله النهايه. وبمعلوميه بعض المتغيرات بقدر اجيب المتغيرات الاخرى من خلال القانون العام للغازات بي في بيساوي ان ار تي، ومن خلال اللي هو كميه الحراره والشغل الذي اثر عليه. الان the state of an isolated system، سيستم معزول، وهو السيستم الذي لا يسمح له بتبادل الطاقه ولا الماده عبر الباوندرز مع المحيط. هذا طبعا محدد الستيت فاريبل تبعته لازم يكون في حاله ثيرمال اكويليبريم. ولو كان انا عندي غاز في سلندر فالمقصود في ثيرمال اكويليبريم وهو انه يكون لهما نفس الضغط ونفس درجه الحراره، وبالتالي جزيئات الغاز في جميع انحاء السلندر المغلق والمعزول بتكون لها نفس درجه الحراره ونفس الضغط عليه. في هذه الحاله بسميها حاله اتزان حراري حتى استطيع تحديد ستيت فاريبل. طيب في عندي شغله ثانيه اسمها الترانسفير فاريبلز، والترانسفير فاريبلز هذه هي اللي بتنقل ستيت فاريبلز من الحاله الابتدائيه الى الحاله النهائيه. وطبعا المقصود فيها الترانسفير فاريبل ار زيرو انلس البروسيس اوكير، اذا طالما النظام لم يتعرض للعمليه فالترانسفير فاريبل تبعتي بتساوي صفر. اذا خضع النظام الى عمليه سواء كانت تسخين او تبريد او عمليه زياده الضغط او تقليل في الحجم، هذه بنسميها بروسس. هذه البروسس هي الترانسفير فاريبل تبعتي ويصاحبها تشينج انرجي، في انرجي انتقلت الى النظام او انرجي طلعت من النظام. والترانسفير فاريبلز عاده تبعتي ايش هم؟ الهيت اند وورك. اذا صاحب النظام او اذا امتص النظام هيت او طاقه حراره فهو تعرض الى عمليه. في الحاله هذه الستيت فاريبلز تبعتي بتتغير من حاله ابتدائيه الى حاله نهائيه. اما اذا كان النظام لم يتعرض الى حراره فتبقى حالته الابتدائيه هي نفس حالته النهائيه. طبعا الحراره مفعولها يناظر مفعول كمال الشغل، ممكن اكمل شغل على النظام او النظام يبدا شغل. ففي الحاله هذه ينتقل النظام من حاله بدائيه الى حاله الى حاله. اذا زي ما عندي ستيت فاريبلز في عندي مؤثرات لهذه الفاريبلز اللي هي الترانسفير فاريبلز. وطبعا
هي بتصاحب فقط او تكون مرتبطه مع اللي هو اونلي وتشينج ان ذا ستيت. المسؤول عن هذا الكلام شغلتين اثنين بتعرفهم اللي هم الهيت والواحد تجول والوورك وبرضه واحد تو ايش تجول. طبعا موضوع الهيت احنا درسناه بالتفصيل وعارفين عنه كل شيء. موضوع اليوم حيركز على مين؟ على مفهوم الوورك والتيرمينت. لكن بدي احكي على شغله انه الترانسفير فاريبلز هذه تاخذ اشاره موجبه وتاخذ اشاره سالبه. اذا كان النظام دخل عليه طاقه فبكون هنا الترانسفير فاريبلز هذه موجبه، واذا كان فقد النظام طاقه الى المحيط الخارجي فبحال هي تاخذ ايش اشاره سالبه. وهذا الكلام صرتوا عارفينه كويس. نيجي الان لمفهوم الوورك انترمنت. طبعا في البدايه لو انا عندي بيستول عباره عن اسطوانه، هذه الاسطوانه مغلقه وبالتالي النظام هنا كلوز سيستم، الغاز لا يتسرب منه، واللي مسكر البيستول هذا عباره عن مكبس قابل للحركه. فالشروط الابتدائيه تبعتي تمبريتشر بريشر اند فوليوم نقطه غاز معروفه. إذا الوورك كان بي دان اون ديفورمبل سيستم، والديفورمبل سيستم اللي هو الأنظمة التي ممكن أن يتغير شكلها وحجمها هي الغازات. وبالتالي إذا كان عندي أنا نظام غاز قابل للتشكل أو التغير في الشكل هذا يمكن بدل عليه شغل. وطبعا حنعتبر في جميع الأمثلة تبعتي إنه النظام تبعي عبارة عن كونسيدر سلندر بالموفبل بيستول. طيب الفورس ماست بي ابلايد فيري سلولي. ليش ابلايد فيري سلولي؟ حتى اسمح لحدوث عمليه الثيرمال اكوليبريم داخل جزيئات الغاز. والمقصود في اسمح انه تصبح جميع مع كل ضغطه تصبح جميع جزيئات الغاز ات ذا سيم تمبريتشر ات ذا سيم بريشر. اما اذا كان الضغط بسرعه فالجزء العلوي من الغاز حيكون ضغط اكبر من الجزء ايش؟ السفلي، لانه هو اللي تعرض للضغط في الاول ولسه ما لم ينتقل الى بقيه اجزاء السائل. فلذلك لازم انه احرص على العمليه بتكون فيري سلولي حتى اسمح بالكامل اكوليبريم اثناء العمليه. وكلمه فيري سلولي بنسميها كوازاي ستاتيك. واذا تتذكر في المحاضره رقم واحد عرفنا العمليه الكوازاي ستاتيك انها تحدث ببطء شديد جدا حتى اسمح دائما وابدا ل حالة الاختزال انها ترجع للنظام خلال اثناء ايش؟ احداث العمل. طيب الان خلينا نبدا في تعريض هذا الغاز الى فورس بواسطه اكسترنال ايجنت بحرك المكبس ايش؟ الى الاسفل. ففي الحاله هذه the force exerted by the gas on the piston بتساوي ايش؟ F تساوي V في A. لانه من تعريف انه اي غاز موجود في السلندر فانه الغاز بيبذل ضغط على هذا السلندر، وهذا الضغط يعطى بالعلاقه بي تساوي الفورس على الايريا. اذا القوه التي يبذل بها الغاز على جدار البستون قديش بتساوي؟ بي في اي، حيث ان بي هي البريشر والاي هي مساحه البستون المتحرك. اذا في الحاله الابتدائيه ماذا لديهما؟ لدي غاز، هذا الغاز يبذل قوة على المكبس مقدارها ايش؟ بي في اي. الآن مع بذل قوة بواسطة اكسترنال ايجنت بيضغط المكبس إلى الأسفل وببطء شديد جدا. طالما ببطء شديد جدا معناته القوة اللي أنا بحرك فيها المكبس إلى الأسفل تساوي تقريبا القوة اللي بايش؟ اللي بأثر فيها الضغط على ضغط الغاز على مين؟ على المكبس. زي ما بقول لك لما تكون انت عندك كتله في ايدك هذه الكتله وتحركها الى الاعلى ببطء شديد جدا. فالكتله بتاثر على ايدي بوزن الى الاسفل مقداره ام في جي، وقوه الرفع هي ام في جي، لانه ما فيش في الحركه هاي تسارع. لو كان في تسارع معناته قوه ايدي اكبر من قوه ايش؟ وزن الجسم اللي محطوط على ايدي. إذا طالما العملية بتتم ببطء شديد جدا، إذا ما فيش عندي تسارع، إذا القوة اللي بتبذلها الاكسترنال ايجنت تساوي اي في اي وفي الاتجاه العكسي. إذا بنعرف the piston pushed downward by a force
تضع اف وتساوي هي سالب القوة التي يبذلها الغاز على المقبس. طيب خلينا نجمع هذا الكلام مع بعض، لأنه احنا نعرف انه المقبس إذا تعرض إلى قوة كأنك تحرك مسافة إلى الأسفل، مقدارها ايش؟ مقدارها دي واي. الشغل ما هو إلا عبارة عن ايش؟ قوة في إزاحة. فلذلك لو أنا جيت عرفت الشغل الجزئي في هذه الحركة البسيطة دي واي لكان ايش؟ اف دوت تي ار، وهذا طبعا ضرب نقطي. لو عوضت عن القوة اف سالب القوة الخارجية اف في جي اللي هو منتجع الوحدة دوت تي واي في جي منتجع الوحدة، فبنحصل على العلاقة اف في دي واي سالب اف في دي واي. طبعا القوة اف هذه هي بالذات بتساوي بي في اي، فبتصبح الشغل تبعي يساوي حاصل ضرب ضغط في الاريا في دي واي في اشارة سالب. الان لما تطلع على انه مساحة المقطع في السمك تبع الحركة دي واي، هذه تمثل حجم الغاز صح ولا لا؟ المساحة في دي واي تسمى حجم الغاز، لذلك يمكن التعويض عن اي دي واي ايش؟ التغير في الحجم دي بي. فتصبح المعادله تبعت دي دبليو the work done on the gas هي سالب بي في دي بي. ولاحظ انه الشغل ايش وحدته؟ جول، وحاصل ضرب بي بترشر في الفوليوم برضه جول، مضبوط ولا لا؟ لان البرشر ايش بيساوي؟ عباره عن النيوتن على المتر المربع. طيب والفوليوم ايش بيساوي؟ ايش بحكي؟ متر مكعب. اذا النيوتن متر مكعب على متر مربع بصير ايش؟ النيوتن في متر، وهذه هي عباره عن جول. اذا حاصل ضرب الضغط الذي يتعرض له الغاز او الضغط الذي بيبذله الغاز على النظام تبعي على المحيط تبعي مضروب في التغير في الحجم، هذا مقدار الشغل. طيب ما هو تفسيرنا للإشارة السالبة هاي؟ خلينا نشوف مع بعض. احنا بنقول تي دبليو بيساوي سالب بي في دي في. طيب الغاز ممكن يتعرض إلى شغلتين. الشغلة الأولى بنسميها كومبريشن اللي هي انضغاط، أو اكستنشن اللي هي التمدد. في حالة الانضغاط ماذا عن الحجم؟ تغير في الحجم. يقل. كل ما زاد الضغط على الغاز قل الحجم. طيب في الحالة هذه بنقول كالتالي: if the gas compressed EV is negative، تغير الحجم سالب، and the work done on the gas is positive. طيب نتخيلها مع بعض، ايش معنى الشغل الموجب؟ اي ان القوة في اتجاه الحركة. طالما القوة في اتجاه الحركة فمعناته الضغط بده ايش؟ اسف، معناته القوة هذه اللي تعمل تقليل الحجم. نقول لا، اذا تقليل الحجم يؤدي الى ايش؟ تغير في الحجم السالب، والشغل المبذول موجب. تماما زي ما تعلمنا في الميكانيكا، اذا كانت القوة في اتجاه الازاحة ادى ذلك الى ايش؟ الى شغل موجب. هنا الشغل الموجب ينعكس على الغاز بالانضغاط. اذا بذل شغل موجب على الغاز ينضغط. طيب في حاله لما بيكون اكسبانشن تمدد تغير في الحجم ايش بيكون؟ موجب، لان الحجم النهائي اكبر من الابتدائي. في حاله التمدد بتكون ايدي عامله ايش؟ ايش مفعول ايدي على المكبس. اذا الغاز بتمدد ببطئ الحركه، لان بديش الغاز يتمدد بسرعه كبيره. احنا قلنا كل العمليه لازم تتم بمزايا ستاتيك، فعمليه الفورمه اللي انا ببدلها بايدي عكس اتجاه التمدد، فالشغل بيكون ايش؟ بيكون بالسالب. اذا نستنتج من ذلك لما يكون الشغل بالسالب معناته الغاز يتمدد، اذا كان الشغل بالموجب او الغاز ايش؟ بينضغط. طيب في عمليه لم يتم فيها تغير في الحجم الشغل بيكون ايش؟ زيرو. اذا كانت العمليه حدث فيها بروسيس لم يصاحبها تغير في الحجم، يعني زي مثلا العمليه ات كونستنت فوليوم، الشغل ما بيقدرش يساوي زيرو. لذلك القانون العام للشغل يعطى بالقانون كالتالي: الشغل الكلي
اللي هو من مرحلة البداية لمرحلة النهاية، ايش بيساوي؟ سالب التكامل في دي بي من بي اي الى بي 5. وطبعا احنا كملت لانه انا بدي احصل على التغير الكلي الذي صاحب الغاز، مش تغير جزئي لا تحريك المسافه دي. طيب اذا هنا هذا القانون هو القانون اللي بحسب لي فيه ايش؟ في الشغل. اذا صار عندك قوانين لحساب كميه الحراره اللي بتكتسبها وبتاخذها النظام، وفي عندك قوانين لمين؟ لا اللي هو الشغل، اللي بتحسب الشغل اللي هو بعت الطاقه للنظام وبعت وصف النظام. طبعا لاحظ ان هذول هم الترانسفير فاريبلز تبعتي. وماذا عن الستيت فاريبلز؟ مين اللي بحددها؟ معادله الحاله ويجب ستيت هي الايديال جاز ويجب. اذا هيك صارت اكتملت معانا القصه من خلال دراستنا لمين؟ لموضوع الشغل. طيب بدنا بعض الخصائص للشغل. هذه الخصائص اللي بندرسها من خلال البي بي دايجرام. والبي بي دايجرام له اهميه كبيره جدا في علم الثيرموداينامكس. بكره لما تتكلم على السايكل والدورات اللي بتصير فكلها بنمثلها على البي بي دايجرام. لانه البي بي دايجرام يستخدم when the pressure and the volume are known at each step of the process. اذا لو انا عندي عمليه حدثت عند حجم ثابت ثم عند ضغط ثابت ثم عند درجة حرارة ثابتة، كيف بدي أمثلها هذه البيانية؟ أمثلها على مين؟ على البي بي دايجرام. وبالتالي على محور إكس برسم الفوليوم وعلى محور واي برسم البرشر. وطبعا إذا بدأت أنا من حالة فيها الغاز متمدد بي أي وبدأ الغاز ات كونستانت تمبريتشر في تقليل الحجم ماذا يحدث للضغط؟ يزداد. وبالتالي هذا المنحنى بيعطيني تصور لما يحدث للغاز. اذا انا مجرد ما اطلع على البصمه هذه بقول بدا الغاز عند حجم اكبر ما يمكن بي اي وبدا ينضغط يزداد ضغطه ويقل حجمه حتى وصل الى ايش؟ الى بي 5. طيب اذا عرفت انت احداثيات النقطه اي ايش هي احداثاتها؟ الفوليوم الابتدائي والبرشر الابتدائي ودرجه الحراره وعدد المولات مرتعاه او معتكيه. طيب ما هو الضغط النهائي؟ اذا كان الحجم النهائي انا بعطيك اياه، فبتقدر تعرف من وين؟ من الحاله الابتدائيه والحاله ايش؟ النهائيه قديش مقدار. لذلك the state of the gas at each step can be plotted on the graph called PV diagram. هذا بيعطيني تصور للعمليه التي حدثت على الغاز او العمليات المتتابعه التي حدثت. وهذا المنحنى بنسميه الباث اي المسار. المسار اللي مشي عليه ايش؟ السيستم. طيب الان لو كان عندي غاز water on the gas in a quasi-static process that takes the gas from initial state to final state is negative the area of the curve under PV diagram. ما المقصود بهذا الكلام؟ لو انت جيت طلعت على المنحنى هذا ورحت اخذت عنصر تغير في الحجم اسمه بي بي. ليش انا اخذت عنصر حجم بي بي؟ حتى اضمن انه البرشر كونستنت ما تغيرش. فقديش البرشر في الحاله هذه بتكون؟ بتكون قيمه بي. الان حاصل ضرب البي في الدي بي هو مساحه القطعه هاي، صح ولا لا؟ طيب لما اكامل البي دي بي تحت المنحنى انا بحسب المساحه، لانه ايش هي المساحه؟ طول العرض. وبالتالي البي دي بي هي الشغل، هي الورك المبذول على السيستم، مظبوط ولا لا؟ ولما انا جيت امثلها على البي بي دايجرام لقيت انه هذا الشغل يساوي المساحه تحت الايش؟ تحت منحنى البي دي بي. اذا صار المنحنى البي بي دايجرام بقدم لي خدمتين. الخدمة الأولى إنه بيعطيني تصور للعملية التي حدثت على الغاز، والخدمة الثانية إني بمجرد أحسب المساحة أندر ذا كير بحصل على الشغل. فهذا الكلام اللي هو بيقول لك this is true whether or not the pressure stay constant or not. يعني سواء كان الشغل المبذول أثناء العملية كان فيه الضغط ثابتا او متغيرا، هو
وذا وورد ارك ديبيند اون ذا باك. وبالتالي النقطه الثانيه هي بنركز عليها شويه، ان الشغل يعتمد على المسار. يعني لو انا جيت اخذت الغاز على المنحنى هذا بيختلف عن الشغل المفعول لنقل الغاز من اي على توكسن فوليوم ثم اكونس الدباسه. في كلا الحالتين انا وصلت لنفس الايش؟ لنفس النقطه، بديت من نقطه وصلت لنفس النقطه. ليش الستيت والفاينل ستيت ما تغيرتش؟ لكن الشغل بيتغير حسب المسار الذي اخذت عليه النظام. حكيت لما نيجي للحالات الثلاثه هذول الحالات الثلاثه لاحظ البي اي البي اي والبي اي كيو واحده، وباختصار نقطه البدايه ونقطه النهايه واحده. على مين؟ على البي في دايجرام. لكن حنلاقي ان ذا وورك ديفر ايتش بروسس. اذا الشغل المبذول على الحاله هذه يختلف عن الشغل المبذول على الحاله هذه، يختلف عن الشغل المبذول على الحاله. خلينا نمسك الحاله الاولى اللي هي الحاله A ونشوف قديش قيمه الشغل تبعي اللي حيكون مؤثر على مين؟ على النظام. الان هذول بمثلهم ب لقيتها هاي عند السيستم تبعي موجود في مكبس المحرك الدرجه الابتدائي 2.5 فوليوم ابتدائي ودرجه الحراره الابتدائيه وعدد المولات 1، وبدي اشوف الورك المبذول في الحاله الاولى. هذه الحاله الاولى ايش فيها؟ العمليه بتتم في البدايه على كونستنت بريشر ينضغط يقل حجم كونستنت بريشر ويزداد بعدها الضغط. لاحظ هنا كونستنت بريشر بعد الضغط قديش الشغل المبذول في العمليه هذه؟ 2193. وطبعا لاحظ تغير لون الغاز على اساس ان الضغط ايش؟ ازداد. الان لما نيجي للعمليه الثانيه الكونستنت فوليوم ثم الكونستنت ايش؟ بريشر. وفي الحاله هذه وجدنا انه النظام او الشغل اللازم حتى انتقل لهذه المرحله اخذ 118000 جول. بينما في الحاله هذه بنسميها ثيرما ايدو ثيرمال بروسس. في الايدو ثيرمال بروسس درجه حراره ثابته، لاحظ الحراره ما تغيرش، ويتغير الضغط ويتغير ايش؟ الحجم مع بعض. وكميه الطاقه او كميه الشغل المبذول كانت كام؟ 5000. اذا رياضيا يتم نسبه هذا بالمعادلات. هذه التجربه انيميشن. طب نشوفه بالمعادلات، نيجي للحاله الاولى. والحاله الاولى ايش بتقول لي؟ انه مقدار الشغل المبذول في هذه الحاله ايش بيساوي؟ طبعا هذه العمليه لو انت تيجي تقراها على المنحنى هذا ايش بتقول؟ العمليه الاولى تمت ات كونستنت بريشر. في عمليه ات كونستنت بريشر ايش صار؟ انضغط الغاز. طبعا في عامل ثالث بيشتغل قاعد درجه حراره تنخفض. وبعد انه بعد ما السيستم وصل عند بي فاينل ازداد ايش؟ رفعنا الضغط على الكونستنت فوليوم. زي العمليه الاولى الكونستنت بريشر فوليوم تشينج، والعمليه الثانيه الكونستنت فوليوم ذا بريشر انكريز. طيب الشغل الكلي ايش بيساوي؟ الشغل المبذول على المسار الاول زائد الشغل المبذول على المسار الثاني. طيب في حاله الشغل المبذول على المسار الاول هذا الشغل المبذول على المسار الاول ايش بيساوي؟ سالب بي في دي بي. طبعا ما حطيتش علامه التكامل لانه الضغط ثابت، فبيطلع برا عمليه التكامل وبصير عندك تكامل البي بي من بي اي لبي فاينل اللي هو بي فاينل ناقص بي اي. المفروض قلنا زائد الشغل المبذول على المسار هذا. طب هذا الشغل يساوي ايش؟ صفر، لان الحجم لم يتغير، فدي بي لم تتغير فبالتالي صفر. حجم الابتداء يساوي حجم النهايه صفر. إذا الشغل الكلي في هذه العملية بيساوي بي انيشال ضغط الابتدائي في بي فاينل ناقص بي انيشال وواحد من جي، وهو أيضا عبارة عن المساحة اللي باللون البرتقالي هاي. ليش؟ لأن ايش المساحة؟ لأن الطول في العرض. أي الطول اللي هي بي فاينل ناقص بي انيشال في الارتفاع اللي هي بي، هذه المساحة. وهذه المساحة صغيرة، عشان هيك في المثال اللي فات الارقام اللي كانت موقع لي قديش طلع هذا الحدود 3000 اذا بتذكر 3000 جول او 4000 جول حاجه زي كده. طيب في الحاله الثانيه اللي طلع فيها 18000 جول طلع المساحه اللي تحت المنحنى اللي بتتصاب
ليش؟ لان التغير في الحجم مضروب في الضغط الثابت بي 5. فلا شك انه الشغل ينبدل هنا في عمليه كونسنت بريشر، ولكن البريشر مرتفع جدا، فالشغل المطلوب في الحاله هذه بيكون عالي جدا. بالرغم من ان نقطه البدايه هي نقطه ايش؟ هي نقطه النهايه. اذا لاحظ هنا the volume decreased بي اي تو بي 5، هذه العمليه الاولى. بس العمليه الاولى من وين بدات؟ The pressure of the gas increased from PI to P5. هاي العملية الأولى، هذا المسار الأول. قديش الشغل المبذول في المسار هذا؟ المسار الأول صفر. ليش؟ لأنه لأن الحجم مفيش تغير في الحجم. طيب قديش الشغل المبذول في المسار هذا؟ هو الضغط بي فاينل، بي فاينل ناقص بي انيشال. ولاحظ المساحة تمثل هذه المساحة في المحل. المساحة أكبر ومش أكبر. اذا واضح جدا ليش طلع معي 18000. اما بالنسبه للحاله الوسطيه التي حدثت عند كونستانت تمبتشر، فايش كان معاك؟ كان معاك هنا البريشر اند فوليوم تشينج كونتينوسلي كلاهما. اذا قل الحجم زاد الضغط، قل الحجم زاد الضغط. فبتوقع الشغل المبذول في الحاله هذه حيكون حاله وسطيه ما بين البريشر اقصى ما بين اقصى شغل وايش واقل شغل. ولاحظ انه المساحه تحت هذه المنحنى هي مساحه مثلث، وهذا المساحه المثلث ايش معناته؟ معناته حيكون اكبر من الشغل الابتدائي الاولي في الحاله الاولى بالقطعه هاي، واصغر بالقطعه الاقصى. اذا لو انت حسبت تحسب المساحه تحت المنحنى من المعلومات الموجوده عندك، يعني ايش بتعمل؟ بتقول الشغل الكل بيساوي مساحة القطعة المستطيلة ومساحة المثلث نص القاعدة الارتفاع، إذا حتطلع معاك الشغل الكلي. فبالتالي كيف بتحسب الشغل الكلي؟ بقول بي اي في بي فاينل ناقص بي انيشال زائد نص القاعدة بي فاينل ناقص بي انيشال مضروبة في بي اي في بي فاينل اللي هي الارتفاع. وطبعا الارتفاع من وين؟ من بي اي إلى بي فاينل، لانه يعني انا بتكلم عن المثلث هذا. لما تقول بي فاينل لحالها معناته انت اخذت الصفر معاه، وهنا بصير غلط. فالمساحه تبعت ايش بتكون؟ بالارتفاع اللي هو بي فاينل ناقص بي انيشال. ولو ضربت هذول في بعض حتطلع لك وحده جول شغل، لانه القاعده بايش؟ بالمتر المكعب، والارتفاع بايش؟ المتر على متر مربع، فبتطلع معك الجول. لذلك the actual to evaluate the actual amount of work the function BV must be known. طبعا بدي استخدم علاقه التكامل وبدي استخدم المساحه والتقريب، فلازم يكون معطيني البريشر كفانكشن في مين في الفوليوم. يعني البريشر بيساوي مثلا 3 بي تكعيب او 3 بي تربيع او 2 بي اس، يعني بده يكون في علاقه تربطهم. فبروح بعمل ايش؟ لانه هذا منحنى، وهذا المنحنى له معادله، هذه معادله توصف بايش؟ بالبرشر از فانكشن فوليوم، بكملها تكامل عادي وبعوض في القيم بتطلع معايا في الشغل. الان نيجي للانيرتي ترانسفير. خلصنا من موضوع الشغل، عرفنا ان الشغل اللي بيفضل على النظام ممكن يكون موجب وسالب، ويساوي سالب تكامل ب دي في. طيب الآن the energy transfer Q into or out of the system also depends on the process. يعني زي ما توصلنا انه الشغل يعتمد على النظام، طيب ماذا عن Q؟ عملية الحرارة التي يكتسبها النظام، هل أيضا تعتمد على المسار ولا تعتمد على المسار؟ ثلاثة مع بعض. أول شيء لو أنا افترضت عندي سيستم، هذا السيستم مغلق اي لا يسمح بتبادل الماده، لكن يسمح بتبادل ايش؟ الحراره. وبدي اخليه يسمح بتبادل الحراره مع مين؟ مع شغله بنسميها الانرجي ريزرفوار او الهيت ريزرفوار. طبعا كلمه ريزرفوار باللغه العربيه معناتها مستودع، والمستودع هو عباره عن مخزن ضخم او مخازن في بعض. والمستودع اذا اخذت منه بتغيرش حاله، يعني زي ما يكون البحر لو كل يوم اخذت منها جالونين ميه، تقول المية تغيرت؟ تغيرت. ولو ظلت المطر على البحر مطر باستمرار برضه
مش هيتغير. الهيت ريزرفوار قديش النظام بياخذ حراره من الريزرفوار او بيعطيها حراره، درجه حرارته بتتغير. وبالتالي يستخدم الهيت ريزرفوار لتعويض الفقد في الحراره او لسحب الحراره الاضافيه التي تحدث في النظام. وبالتالي بضمن النظام يتعرض الى ايش؟ الى اي ثيرمال بروسس. طيب The energy reservoir is a source of energy that is considered to be great. That is, finite transfer of energy doesn't change its temperature. إذا درجة حرارة الهوت ريزرفوار أو الهيت ريزرفوار لا تتغير. سواء أخذنا منه حرارة أو أخذنا حرارة. وقتها هذا الكلام حيفيد في الإنجن. العمل مع الهواء المحيط بالإنجن على أساس إنه هيت ريزرفوار درجة حرارة ما تتغيرش. وكذلك الثلاجة باعتبار إنه وسط The piston is held at internal position by an external agent. إذا أنا هنا عندي مثبت المكبس بحيث إنه ما يتحركش. وبالتالي في الوضعية هذه لو أنا بديت أخفف الضغط على المكبس، إذا هذا بروسس ولا مش بروسس، يبدأ المكبس في إيش؟ الغاز اللي في داخل المكبس في التمدد. ولما بتمدد درجة حرارته بتقل، لكن إيش بيعمل؟ بيعوض بالهيت ريزرفوار. اذا هذا بنسميه ايش؟ expansion at constant temperature. طيب في الحاله هذه the external force is reduced، هي مسكت ايدي للمكبس خففتها شويه. The piston is moving upward and the gas is doing work in the piston. مين اللي بيرفع المكبس؟ الغاز اللي هو الشغل مبذول بواسطه الغاز. During this expansion just enough energy is transferred by heat from the hot reservoir to the gas to maintain a constant temperature. إذا في الحالة هذه أصبح الغاز يتمدد at constant ايش؟ at constant temperature. طيب خلينا ناخذ الآن حالة مماثلة تماما ينتقل فيها الغاز من حالة مئوية لحالة مئوية لكن بوضعية مختلفة تماما. إيش هذه الوضعية؟ إنه أنا عندي هنا سيستم والغاز محصور في داخل جزء من هذا السيستم من خلال إشاء رقيق بنسميه منفذ. وبالتالي the gas initially at temperature Ti زي مثال المثال contained by a thin membrane with a vacuum above. يبقى في عنده ايش؟ في فراغ مفرغ. طيب في الحاله هذه النظام تبع هذا isolated بالكامل. ايش معنى isolated بالكامل؟ اي انه لا يسمح للحراره بالدخول او الخروج ولا يسمح للماده. فجاه الممبرين هذا اختفى بأي طريقة تم حرق الممبرين أو طقطه is broken، فالغاز إيش بصير له؟ بينتشر بنسميه expand، فالغاز expand. إذا الغاز هنا إيش؟ الغاز هنا تمدد وشغل كل الفراغ. طيب التمدد هذا إيش بنسميه؟ بنسميه free expansion، تمدد حر. وبالتالي الغاز أصبح يشغل الحجم إيش؟ الحجم الكلي. في الحالة هذه الغاز بدأ شغل على النظام؟ بدأ هل تحرك المكبس؟ ما تحركش. يبقى في الحالة هذه the gas does no work because does not apply any force. وهذا طبعا نسميه the gas expand freely، هذا الـ free expansion. هذا بصير في الأنظمة ايش؟ في الأنظمة المعدودة. إذا no energy is transferred by heat through the insulating wall. إذا هنا بتلاحظ إنه النظام اكتسب حراره بدل شغل فتغير من حاله بدائيه لحاله نهائيه. وفي حاله الانظمه المعدوله النظام برضه تغير من حاله بدائيه لحاله نهائيه ولكن بدون بدل شغل ولا بدون تبادل طاقه في حاله اللي هو بنسميها الفري اكسبانشن. بنستنتج من هذا الكلام انه كل من الهيت والوار ديبند اون ذا باث، اي ان كل من الحراره والشغل يعتمد على المسار الذي تتحرك فيها ايش؟ فيها العمليه. وفي النهاية لا يمكن تحديد ماذا can be determined only by the end point of the thermodynamic process. لا يمكن إيجاد مقدار الشغل أو مقدار الحرارة من خلال نقاط البداية والنهاية. لازم أعرف المسار اللي مشي عليه السيستم. إذا أنت لاحظت في الشغل أنا كان بهمني أعرف المسار كيف العملية تمت. هاي بالثيرمالي ايزوبريك اند ايزوكوريك ولا ايزوكوريك بعدين ايزوبريك حتى اقدر احسب الشغل. اما اذا اعتمدت على نقطه البدايه ونقطه النهايه لن تحصل على اي نتائج. اذا هذا معنى
انه نقدر نقول نور داخلي can be determined only by the point, the end point of the thermodynamic process. ممكن يجيك يسأل سؤال يقول لك اشرح لي هذا الكلام، فكل تفسيرك بيكون مرتبط في ايش؟ ان كل من الشغل وكل من الحراره يعتمدان على المسار، وبالتالي يجب ان يكون معلومات عن البروسيس كيف تم، سواء وصفا او سواء من خلال البي بي دايجرام. طيب خلينا نشوف المثال هذا. يقول لك an ideal gas involved in a cylinder زي ما اخذت قبل شوي with a movable piston on the top of it. The piston has mass 8000 جرام، وزن المكبس على الغاز 8000 جرام. And طبعا هذا كتلة المكبس ونحولها لوزن الغاز. And the area 5 سنتيمتر مربع، هذه المساحة بتاعت ايش؟ المكبس. And is freely slide up and down، ومسموح لها الحركة إلى الأعلى وإلى الأسفل. Keeping the pressure constant. إذا هدفنا هنا إنه المكبس يتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل حتى يحافظ على الضغط ثابت أثناء البروسيس. How much work done on the gas at the temperature of 2 mol, 0.2 mol of the gas raised from 20 to 50 from 20 to 300 degrees C. طبعا الشغل بدي احسبه من وين؟ من القانون تبع الشغل بي في دي بي، صح ولا لا؟ والموضوع هذا سهل كثير علي بالنسبه لي. ليش؟ لانه البرشر كونستنت اثناء العمليه، البرشر كونستنت، فالبرشر بيطلع برا عمليه التكامل. اذا بصير عندي الشغل الورك، تعمل الورك بيساوي الورك بيساوي ناقص تكامل بي في دي بي بي اي الى بي الى بي اي، وبيساوي طلع التكامل بره ناقص بي اوكي فين بي فاينل ناقص بي انيشال. وهنا بكون حليت السؤال. طب انا مش معطيك حاجه عن الفوليوم. احسن بجيبها من وين؟ من ايدل جاز. نشوف مع بعض معايا كيف. اذا في البدايه فور كونستنت بريشر الشغل بيساوي سالب تكامل بي اي الى بي فاينل بي بي بي، بطلع البي برا عمليه التكامل وبتصبح معايا العلاقه التاليه. البي في الحاله هذه تحسب من القانون الغاز للقانون العام للغاز بالبريشر هو هو، وبعوض عن بي فاينل بايش؟ بالان ار تي فاينل على بي ناقص ان ار تي سي على بي على بي. كمان البريشر مش محتاج اياه، لكن اختصر من جميع انحاء المعادله، وبالتالي البريشر مع البريشر مع البريشر، اذا تقول المعادله انها بتساوي ناقص ان ار في تي فاينل ناقص تي انيشال. لاحظ هنا بالارقام لو عوضت عن نمبر اوف مولز 4.2، لو عوضت عن الار 8.3 ودلتا تي اللي هي فرق درجات الحراره 280 كلفن، لان انا حولت الى كلفن، وطبعا فرق درجات الحراره على السيليكس هو فرق درجات الحراره كلفن، فبيطلع معايا ناقص 466 جول. بمعنى انه ال the work done on the gas is negative، معناته الغاز ايش؟ compressed or expand. ايش بكون؟ بكون expanded، الغاز تمدد ازداد حجم. واضح الفكره؟ طيب في الحاله هذه بترك لكم هذه المساله تحكوا فيها، وهي مساله وهذه طبعا المساله، يعني هذه المساله عباره عن ايجاد زي ما بدكم تشتغلوها determines the work done on the gas has expanded from I to X. I is I. I at high pressure هي 6 مليون باسكال، بعدين at constant pressure، بعدين صار عندي تغير في البريشر and volume، بعدين at constant pressure مرة ثانية. بدي اياك تحسب لي the work done باستخدام المعادلة والمعلومات اللي أنت حكيتها. وهيك بنكون خلصنا كل المعلومات الأساسية اللي بحتاجها لموضوع محاضرة First Law and Thermodynamics and some application، وحتى ذلك الوقت. السلام عليكم ورحمة الله.